السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله بالخير أوقاتكم. عاجل، صنعاء على السعودية أخذت تحذيرات على محمل الجد وجاهزون لكل الاحتمالات. وإلى التفاصيل. قال عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري إنه يجب أخذ تحذيرات قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي على محمل الجد. وقال العجري في منشور على منصة إكس: يجب أخذ تحذيرات السيد القائد بخصوص البنوك على محمل الجد والجد البالغ، مؤكدا أن صنعاء جاهزة لكل احتمالات التصعيد. من جانبه، حذر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام من خطوة خطيرة يقف خلفها الأمريكي لإشعال حرب على البنوك اليمنية العاملة في العاصمة صنعاء. وقال عبد السلام في منشور له اليوم الخميس إن هذه الخطوة تهدف إلى توريد دول أخرى ومنها السعودية في حرب تجويع الشعب اليمني. أضاف أن الأمريكي يسعى إلى جر السعودية إلى هذه الحرب خدمة للكيان الإسرائيلي وعقابا للشعب اليمني على موقفه المساند للقضية الفلسطينية. وأكد على أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأكملها. ودعا السعودية إلى عدم التورط في هذا الفخ الأمريكي وأن تضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار. كما أكد عبد السلام تحذير السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للسعودية من مغبة التورط في هذه الحرب. وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد حذر في خطابه اليوم الخميس من مخطط أمريكي لجر السعودية إلى عدوان اقتصادي على اليمن من خلال الضغط على البنوك في صنعاء. وقال الحوثي إن الولايات المتحدة تسعى إلى إيقاع السعودية في فخ خدمة العدو الإسرائيلي من خلال الضغط على البنوك في صنعاء، مضيفا أن استهداف البنوك في صنعاء عدوان اقتصادي، وإذا تورطت السعودية في ذلك خدمة لإسرائيل ستقع في مشكلة كبيرة. ودعا السيد عبد الملك السعودية إلى الحذر من الوقوع في هذا الفخ الأمريكي، مؤكدا أن من الضلال أن يخسر البعض أمنه وسلمه وكل شيء من أجل العدو الإسرائيلي، مشددا على أن أي خطوات عدائية ضد اليمن لن تثني الشعب اليمني عن موقفه المساند للقضية الفلسطينية حتى لو اتجهت بعض الأنظمة العربية للقتال خدمة لهذا العدو. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.